انا لك انا قومي الساعه ولي وربع قومي سبعه وربع قومي شو سبعه وربع ما قلت لك جميله ربط لي على ستين لك رابطها بايدي رابطها ليش ما رنيت الله لا يوفقك يا ارجيله ما في غيره اسمع جميل من بكره تشتري لي منبه جديد منبه اي منبه هلا فايقه على الفصحى طايق قلبي من الديوان قومي قومي فيق الولاد تاخر وهلا بيجي باص المدرسه فيقن انت وحضرن الفطور انا ماني فاضي عني شغل وبلا شغلك اليوم خذي اجازه ما بقدر حبيبي جميل عندي وفد امري لله انا اليوم بفيق الولاد ثلاثه واعمل لهم ساندويتش تقبل قلبي حاضر واغلي لك القهوه كمان حبيبي المديحه بدها مشوره لا مو موضوع مشورة بس بخاف ما يكون معك وقت تشربيها لا حبيبي اشربها اشربها طارق بابا طارق قوم بابا قوم الله لا يوفقك كم مرة فهمتك تتوى بلهنيك قوم ابي قوم صباح الخير بابا صباح الخير تخنان صوتك يا عونتجي واحد طالع لي سليم سلومة سلاليمو لك أرجيلة لك ايه قوم لك بعينك قوم ما بتروح على المدرسة مين بده يروح لك روح انت لك انا عم بدرسها حرة شو بدي روح ساوي هلا بالمدرسة ما بتروح على المدرسة خليني نايم نعسان لك قوم خلصني حاضر قديش بده يعطوك اللي يجي؟ بده يعني يجي تلت ساعة معناها ما بلحق بلا مدرسة ايه لا بتلحق والسندويشة شو بدك تاكل انت واخوك؟ شو عنا؟ عنا جبنة وعنا حلاوة وعنا زعتر بدي لبنة ايه خالصة اللبنة ايه معناها ما بدي روح على المدرسة ايه لا بدك تروح غصبا عن ابوك فهمتوا لا؟ حاضر ايه قوم خلصني يلا غسل كم مره تلك توا بلهنيك غسل وشك وبس بريتك يلا لساوي لكم الساندويش عونطجي قال بده لبنه مع انه ما بيحبها حامضين الزعترات يلا سليم ما تلبس تأخرنا على المدرسة أحسن شو ما بدك تروح على المدرسة؟ بدي لك ليش مالك عم تستعجل؟ مشان بابا يوصلني بسيارته يا غشيم ليش شو بيعطوا كار؟ ما بحبه كله زحمة بقعدنا فوق بعضنا طلقت رميز لي مقدوس مقدوس؟ ما كرينا يا جميل يلا خلصنا اي شو خلصت وينك؟ جميل اجي اوتوكار تبع الولاد يلا حسن اوتوكار فولي يلا بابا نزلوا بسرعه سما شربت الحليب بكره بتشرب ما بصير المعلمة عندنا لازم نشرب الحليب كل يوم الصبح بدك المعلمة تزعل مني ما بتزعل تزعل لا ما بتزعل تزعل لا ما بتزعل تزعل سليم اوتوكار عم يزمر وبده يمشي ها احسن عجبك هيك وهي مشي معلش بابا توصلنا بسيارتك اصلا هذا اللي بدك اياه يا ازعار ولي شبك بابا القهوه مكرينا يلا تعي نشرب قهوتنا ما طلوا غير نصف فنجان يلا بعدين بغلي لحالي على مهلك حبيبي جميل ما قلت لك عجل شوي مشان ما يتاخروا الاولاد على الاوتوكار كل الحق على هذا الارجيلي قال بده يشرب حليب سليم ايه نعم سليم ايه بس سليم ما بحب الحليب شو هالحكي يكل عونطجي ليه اكيد هذا زمور سيارتي يلا معك بدك تتاخري اليوم ما
رح احاول اني ما اتاخر، بحاول الساعه 12 كون هون. لعمة لسه ما لحقتي على المديريه، لحقتيني بالتليفون وبدك كوسه؟ عم تتوحمي على كوسه بالستة؟ لك منين بتجيب لك كوسه؟ منين؟ لحمة ما في كوسه، ما في كوسه، خلاص. درويش يا روح درويش. يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم، الله يسعدك يا صباح. يسلم ويعيش. لك يسلم قلبك وهي القهوه. شكرا. يسلمون. تفضلي يا قمر. هاي قهوتك مرة ما حبيتها. مثل ما بدك، من مرة ثانية بنجيب لك وحدة أحلى. الله يعطيك العافية. ان شاء الله. صباح الخير. صباح الخير. وشك لك تسلمي لي وانت لابسه الكذب وانت بدون كذب. يتهنى جوزك كومبليت. يا صباحي. شو هذا حسين؟ تعالى تعالى وليش؟ صباح النور. صباح النور. ما في شلونك، شلون امك المريضه؟ يا حسرتي علي انا. انت انا جميل البريد. على عيني استاذ. الحمد لله. البريد لو سمحتي اطلبي لي هالرقم وحولي لي اياه بسرعه. مو على عيني. قلت بسرعه لو سمحتي. قولي له درويش يساوي لي قهوه. تكرم عينك استاذ، هلا انا بجيب لك اياها بدياتي. لا درويش، خلي درويش يساويها. على عيني. بسرعه. يرجى الموافقه مع عدم الموافقه.